القيادة الهجومية سمير فكري وحسام باولو هداف الفريق، اللاعب الذي يتصدر قائمة الهدافين لفريق الداخلية. نتابع اولا الخطأ، لكن الحائط المكون من اثنين من فريق طلاع الجيش، والتنفيذ للاعب عبد العزيز السيد صاحب القميص رقم 7، لعبة عالية محمد بسام يمسكها ومن اعلى نقطة. لكن اضعف خط دفاع في الدوري هو فريق الاتحاد السكندري اللي شباكه اهتزت ب 46 هدف. نتابع الخطأ، كرة بتتلعب من محمد رزق ولكن الى احضان حارس المرمى محمد صبحي، الى احضان محمد صبحي من كرة مسددة من خارج منطقة الجزاء. كرة جات اليسار كابوريا الى المتقدم عاصم صلاح، والعرضية رشاد فاروق يقابل ويطلع براسية، رجعت تاني عرضية من جديد لمصطفى محمد مختبئ خلف المدافعين. والدقيقة 44 وقبل الأخيرة من هذا الشوط، الشوط الأول، والتنفيذ الخطأ أحمد سمير يلعبها. أحمد سمير بقدم اليسرى لولبية بتعدي على يمين الحارس وجوار القائم الأيمن، كادت أن تباغت محمد صبحي بهدف أول. سمير كرة ترجع تاني، كيفن مهيري، محاولة كيفن مهيري للتهديد على مرمى الحارس محمد بسام، لحظة ما الكرة لقاها تحت قدمه من ارتداد من مدافعي طلع الجيش، والكرة اتحطت ويحطها بباطن القدم تعلو فوق عرضة الحارس محمد بسام في محاولة الحجز على الكرة، لكن يده اصطدمت بوجه اللاعب الرواندي. وصفارة حكم اللقاء هنا جهاد جريشة الدولي تعلن عن نهاية هذا الشوط، شوط أول ما بين طلع الجيش وفريق داخلية، ينتهي سلبيا في الأداء قبل أن يكون سلبيا في النتيجة. أشكركم على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، ألتقيكم وبإذن الله تعالى مع مطلع وبداية الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى متابعينا ومشاهدينا في كل مكان عبر شاشة اون سبورت، احييكم واجدد لكم التحية حيث التقي بكم واياكم من استاد جهاز الرياضة العسكري. والتعليق على احداث الشوط الثاني من مباراة طلاع الجيش والداخلية في اطار لقاءات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، طلاع الجيش احمد سمير على تنفيذ الركلة الركنية. احمد سمير يلعب الكرة العالية، تعدي من محمد صبحي، رجع الثاني بالتصويبة إلى خارج ملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق الداخلية. تصويبة محمد رزق، كرة ردها باولو، تمريرة لأحمد بحبح عند باولو، يلمسها لمحمد مخلوف، يعدي مخلوف ويسدد محمد مخلوف كرته إلى أعلى العارضة، ركلة مرمى. التنفيذ، المرور، التصويب للاعب محمد مخلوف، ادي قدامنا في الإعادة في مرمى فريق انبي. كرة مع حجاج عويسي، حضر كرة خطيرة عبد العزيز السيد، والتصويبة والخطورة مع الدقيقة 75 قبل نهاية المباراة ب 15 دقيقة، كان حيفجر اللغم التهديفي، فيها انتشار وفيها خطورة وفيها تتلعب. كرة الإسلام جمال يعدي والسقوط، ومطالبة بركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها الحكم الدولي جهاد جريشة بعد ما انتظر رؤية الحكم الإضافي الثاني محمود دسوقي. جهاد جريشة انتظر ثواني وبعد كده قرر وأصدر فرمانه باحتساب ضرب الجزاء بعد ما تدخل احمد بحبح. ادي قدامنا في الاعادة الدخول على القدم اليسرى، اللاعب صاحب 21 سنة في مواجهة محمد صبحي صاحب 37 سنة. خبرة صبحي ولا ذكاء مصطفى محمد؟ مصطفى محمد ومحمد صبحي، والهدف الاول من ركلة الجزاء مع الدقيقة 83. يستطيع مصطفى محمد ان يغير من نتيجة اللقاء ويكسر حاجز الملل وحاجز التعادل، والكرة إلى شباك الحارس محمد صبحي محرزا هدف أول مع الدقيقة 83 من ركل جزاء كما نتابعها هنا في الإعادة. عبد العزيز
يلعب كرة عالية، استلام محمد سالم، ممكن التعادل، لكن التصويبة في نص المرمى وفي يد محمد بسام. من حسن حظ محمد بسام ان كرة محمد سالم راحت في المكان اللي كان متواجد فيه، لو في الزاوية اليمنى او اليسرى كانت هتغالط، والاخرى كانت من محمد سالم، لكن تمكن ونجح في التصدي. يا احمد جعفر يستخلص، يسيبها لكريم طارق، يكعب قدمه لاحمد جعفر، الهدف الثاني ممكن عن طريق احمد جعفر، فعل احمد جعفر ترجمها الغدنفر وسجل ثاني اهدافه في بطولة الدوري بعدما هز شباك بتروجيت في اطار لقاءات الجولة رقم 15. ها هو يعود بعد 14 جولة فيها غياب وصيام عن التهديف، استخلص الكرة من رشاد فاروق، اتلعبت لكريم، وكريم بكعب القدم يتخطى احمد جعفر دفاعات فريق الداخلية ويمنع وصول الكرة الى احمد جودة، وحرم محمد صبحي من التصدي لها، واضعا الكرة من بين قدميه لتزور الشباك وتتهادى تتمادى، فرسمت البسمة والسعادة. وبكل هدوء وبخبرة السنين، احمد جعفر لاعب الزمالك وبتروجيت وانبي يبحث عن التعادل، لكن في مباراة اليوم الفريق لا يقدم شيء ولم يقدم شيء يستحق عليه ان يسجل. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء، لكن في قرار فرمان بضرب الجزاء. جهاد جريشة يحتسب ركلة جزاء لصالح فريق الداخلية من كرة لعبت داخل اروقة منطقة الجزاء لأحمد بحبح. هل تتكرر نتيجة الفارقين في الدور الأول اللي فيها فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف؟ يفعلها في هذه اللحظة اللاعب عبد العزيز السيد، ويحط الكرة على يمين الحارس محمد بسام ويقلص الفارق، وأصبحت النتيجة هدفين لهدف لصالح فريق طلع الجيش. هدفي طلع الجيش سجلهما في هذه المباراة مصطفى محمد وأحمد جعفر. هذه كرة الهدف اللي سجل من ركلة جزاء، والخطأ لصالح فريق طلع الجيش. يلعبها محمد بسام أمامية، ومعها يطلق الدولي جاد جريشة صفارة الختام ونهاية لهذا الشوط بفوز فريق طلع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد طلع الجيش إلى 34 نقطة، بينما فريق الداخلية توقف رصيده عند 26 نقطة. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن المشاهدة.